شريفتكم يا جماعه الكل، الرهينه الوطنيه والبركاج في نسمه والزلزال في التونسيه، كملوا قتلونا وارتاحوا. ولا شهد التاريخ الفنانه صباح ما فلتت حتى رمضان من فجر الاسلام، وبالطريقه هذه البشبوش ما عادش يقول حبيبه القلب ليسا، مش هو اللي يقول حبيبه القلب صبوحه. ايه هذا حيث هو اللي يقول حبيبه القلب صبوحه. عبر الاحصائيات اكثر كلمه تسمعها في الادارات في تونس ارجع غدوه يا ودي، والله العظيم كان الفيسبوك صنع تونسي تحل الكونت بتاعك يقول لك ارجع غدوه. افتتح الفنان صبر الرباعي مهرجان الصفاقس الدولي تحت حضور كثيف، اي حمد لك يا رجعنا للمسرح الصيفي، على الاقل العبيد تقى وين تتفرهد. صفاقس تشهد الدورة الأولى لمعرض صفاقس الدولي للخضر والغلال تحت شعار من المنتج للمستهلك. وأخيرا اتخذت حديقة الأم والطفل كمحطة للتاكسيات، أي حمد لله على الأقل يقص لمبوتياج من قدام صفاقس دوميل وهيك التاكسيات فمشي ما يتنظم شوية. سي كمال بن ميلاد قال اللي الطيارة جديدة انت صفاقس ايرلاين لا تستجيب للشروط الفنية. يا ولدي يزيدنا من رمين العصف العجلة وخلي رجال صفاقس تخدم على الروحة. وزير المالية سلياس الفخفخ اطلب من مواطن صفاقسي باش يدفع له مليار، المواطن هذا الحانوت متاعه مسكر من 2010. يا سلياس قلت لك الرجل من 2010 حانوت مسكر، تي مليار على شنو؟ نطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية سي عدنان منصر منع من دخول مهرجان كرتاج، حب يدخل ببلاش. اسي مراد الصقلي رد بالك على بلاصتك. حسب جريدة الصباح نهار 18 جويلية 2013 قال لك بلغ التكلفة متاع التنقل متاع السي منصف المرزوقي 5 مليار. تحاشى عوايناتكم جيب ربي صلاحياته محدودة، يا ودي 5 مليارات يحلونا ثنية في البحر. اكتشاف حقل البترول الجديد في تونس بطاقة 100 برميل في النهار. اجمع اخرى وتسمع بالليسون صغلة. اي سيدي منع اجتماع لحزب نداء تونس بسوسة، الاكثر توضيح معنا سلباجي قائد السبسي عبر الاقمار الصناعية. سلباجي كان تحكي لنا شوية على الحكاية هذه كيفاش صارت. ايه فبا يا اخويا فبحيث الحكاية هذه لعند الكوة فبحيث الابوع اي بي كي زيد توضح لنا شوية. ايه وفسر فبحيث البلاصة صغيرة فبحيث وعندنا برشا عباد قلنا نشوفوا بلاصة ما اكبر ونعملوا اشياء في بلاصة كبيرة. يا قايد جبت وجيت الحق، اي بارك الله فيك. اي سيدي نتعديوا الاخبار الرياضة بخبر يشرف، تحصل أسامة الملولي على الميدالية الذهبية يوم السبت 20 جويلية 2013 في بطولة العالم في السباحة في المياه الحرة في مسابقة 5 كيلومتر في برشلونة. بالله تلاقوا بيه شوية وعملوا شوية قيمة وقدر، راهم شرفنا الرجل. نتعديو تو الأخبار الجمعية، السي اس اس ربحت ليتوال واحد بلاش، ربي يخلي لها الجمهور وربي يخلي لنا الجمعية. القضاء الأوروبي يمنع بث مباريات كأس العالم وكأس أوروبا بالقنوات المشفرة، وبالمناسبة نحب نقول الجزيرة ربي عوض علي. سسليم الرياحي شادد صحيح باش يبني المشروع الجديد للكلوب أفريكا، اصرف يسلو ما اصرف. اي سيدي اخبار اليوم وفاء، نتلاقاو ان شاء الله المره الجايه. صباح الخير.